السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج السينكرو بنلاقي التاريخ موجود بالشكل دوت. طيب لو أنا عايز أغير الفورمات بتاعه، فبروح لفايل أوبشن، وبلاقي عندي حاجة اسمها الـ Time Display Format، ده الـ Short Date. طب لو Long بتلاقيه بيبقى بالشكل دوت. طيب انت عايز مثلا تتعامل معاه بالشكل دوت اللي هو 24 كلوك اهوت، ولا 12 اللي هو يقولك بي ام و اي ام، ولا الـ International، ولا الـ Use System Setting زي ما انت عايز، ولا هتقول له كاستم ويبدأ بقى يفتح لك الخانة ديت. ف هتستخدم مانس داي يير، ولا زي عبد الرحيم حافظ في يوم في شهر في السنة بالشكل دوت. التايم فورمات الفرق بين العلامة اللي هتبقى بالفرق بين اليوم والشهر في السنة. الأول يوم عندك تبدأ تشوف. أول يوم عندنا مثلا هنا الساتردي، فتبدأ ترتب الشكل اللي انت عايزه. هنا ديوريشن اللي هي الفرق بين ده ودوت، هتكتبها بين الشكل، العملة، النمبر، كل الحاجات دي بتبدأ تتحكم في الشكل بتاعتها. الاندو والريدو تبقى كم مرة وهكذا. طبعا من الحاجات المهمة جدا الاوتو سيف، لازم تكون معلم على الاوتو سيف بروجكت. وهنا بديك بيعمل الاوتو سيف كل قد ايه، ممكن تخليها كل 15 دقيقة مثلا. وهنا الديليت اوتو سيف فايل اون نورمال اكزيت، يعني لو اتقفل بشكل تلقائي خلاص الغي الاوتو سيف. باك اب بروجكت فايل هو اوبنيت، وهكذا. فدي بعض الاعدادات الممتازة. كان اهم حاجة بالنسبة لنا اللي هي التايم ديسبلاي فورمات والاوتو سيف.